عندي ستي كان حوالي 75 سنه، كان عندها عدم تحكم في البول وابنها بيشتكي، والدتي الوزن تقيل جدا وكده. بعد اول مره من الروبوت الست ابنها اتصل بينا يشكرنا، قال لنا الحمد لله والدتي دخلت الحمام وظهرها احسن واتفرد واتحكمت في البول. تصور من اول مره، معنى كده ان الست دي ما كانش عندها مشكله في التبول، الست دي كان في ضغط على العصب. ايوه ها يعني انت برضو انت هو ده بتاخد، اللي مانع عندها الاحساس، وبالتالي كان بيحصل تبول طبعا وهي مش حاسه بحاجه. طبعا طبعا. ايوه ادي فاهم. ده الروبوت، الروبوت ليزر بيعمل ايه؟ خلينا واقفين كده لو سمحت سنه. الروبوت ليزر عمل لي ايه؟ الروبوت ليزر وسع لي بين الفقرات، الروبوت ليزر غزالي الغضاريف، الروبوت ليزر عمل لي شال الالتهابات من الاعصاب ودخل غذاء. الروبوت وصلني ان اي اعوجاج عند الست عالجه لي، صحيح. ان اي التهابات مسافة كبيرة موجوده. ازاي؟ طبعا شوف تصور انت، انت هو عمل ايه يا استاذ احمد كده؟ هو شال كل الضغط على على الاعصاب اللي بتغذي الحوض، اللي بتغذي ايه؟ الحوض، الحوض. يعني اللي على المثانه، يعني اللي على البراز، يعني اللي على العضو الانثوي، يعني اللي على العضلات كلها اللي المغذيه لعضله الحركه بتاعت رجليك. فانت انت برضو لازم تفهم انت بتعيد، يعني ما فيش حد من كبار السن ما عندوش طبعا، يعني في حاجات بتمنع ان استخدامنا لكبار السن دول اللي هو الناس عندهم ضيق في القناه العصبيه، هم دول المستثنين من الروبوت العادي. الجهاز ده، بيستخدم بنستخدم جهاز تاني، لكن الباقي كله بنستخدم الجهاز ده. بدانا الشوك اضاف لنا اضافه ان كل العضلات المتليفه اللي حوالين الحوض سواء بين الرجلين او سواء في مفصل الحوض شال الالتهاب منه. ما شاء الله. احنا كل يوم بنضم المنظومه الجديده يا استاذه. صحيح. دخلنا طبعا الفور دي، ده الجهاز الوحيد في الميدل ايست، يعني في الشرق الاوسط اللي موجود في اسيا. ده عشان بيحل لي المشاكل. اولا بيعمل ايه يا استاذ احمد؟ بيحل لي مشكله احتقان البروستاتا، ده اول حاجه عند الرجال. عند الرجال، دي نقطه مهمه جدا، الالام الرهيبه بتاعت الشتاء اللي احنا بيحسوا بيها، يبقى دي اول حاجه عالجها. ممتاز. تاني حاجه التبول، يعني دي تاني حاجه. هو شغال ايه يا استاذ احمد؟ قاعد يشيل الالتهابات اللي في النخاع والالتهابات اللي في جذور الاعصاب عشان يعمل ايه؟ صحيح. عشان دي الاشارات ترجع تاني نورمال. ها وادي بدا منطقه الحوض، شايف منطقه الحوض يا استاذ احمد هو اي بيغذيها ازاي؟ اي شايف الالتهابات. طبعا خلي بالك الجهاز ده مستوي ايه، انا لو خدت مثلا 100 علبه عشان تحسنني موضوع احتقان البروستاتا او التبول، هو الجلسه الواحده كانها خدت 100 علبه. تصور انت عملت ايه يعني؟ صحيح، لان تأثير مباشر على المنطقة، مباشر على صح، المنطقه اللي انت مش عاوز اللفة بتاعت العلاج يعني. فيها مشكله، ايوه وبالتالي انت شغال على النخاع، بدات الاشارات ترجع نورمال، بدات الاشارات ترجع طبيعيه، الاعصاب نفسها بتبعت الاشارات، العضلات اشتغلت كويس جدا، الامداد الدموي اتحسن كمان، هو حسن كمان مش الاعصاب بس، هو حسن الامداد الدموي كمان، لانه شغال ان هو بيروح منشط الدوره الدمويه بتاعت الاورده. فدي برضو نقطه مهمه جدا. فيبقى هو حلل لي مشكله بروستاتا، حلل لي مشكله تبول، حلل لي مشكله التهابات في حوض شديده جدا، حلل لي مشكله الناس اللي هي عندها الام على طول في العصعوص.